هو طبعا انقصف طبعا جاي من الطياره، هذا كان طياره فوق المنطقه هنا دار الدوراكي، وبعدين قصفت المكان هذا. هذا المكان طبعا هو مسكن لمواطن كان نازح في منطقه نازح من منطقه الكحيري، سكننا هنا ساكن في الحوش هذا. طبعا طلع الصبح هو من اللي وصل الصغار المدرسه، والبنات قاعدوا في البيت هم وامهم. طبعا لما صار الضرب انا كنت قريب هنا في الجزيره، فجيت نجري فاز على المكان، شبحت المراه المسكينه واقفه في الباب ودم كلها تصب دم. قالت صغاري صغاري، خشينا دونا الصغار، رفعنا طبعا سياره الشرطه للطبي، وطلعنا الصغار بعدين تحت الحطام تحت السقف، يعني السقف نزل على الصغار. وهذا مكان ماهوش مكان عسكري، يعني هذا مكان سكن لمواطن عادي طبيعي، يعني واحد طلع من 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 رمايه من الحالي وجا سكننا هنايا. طبعا هو من سكان المنطقه القديمه هنايا، اعطوه الحوش هذا يسكن فيه. وهذا اللي صار، هو جاء مخر هو طبعا الحوش. طبعا الموضوع كان الساعه 12:21 دقيقه بالضبط تقريبا. المصابين طبعا ثلاثه صغار قلت لك طلعناهم من تحت السقف تاع البيت، وواحد حتى هو جبدناه يمكن لقيناه على قيد الحياه مازال. تقريبا كنت في المستشفى قالوا حتى سنا بات رجله النية، هي بات رجله، والمراه قاعده في العمليات، اربع صغار وامهم. اربع صغار، ثلاثه توفوا واحد قاعد حي والام قاعد حية، اربع بنوي ثاني. ايه وكلهم صغار، ثلاث سنين أربع سنين تقريبا، ست سنين هيك صراحة، ما مش كبار يعني صغار. جو إسعافات بعدين وجو الشرطة، جو يعني جو المنطقة يعني طبعا كلها جت يعني. لما شبحت المكان عارفين المكان البيت هذا مش لي مكان ثاني، يعني لو كان في ذخيرة في حاجة ما حد يقرب المكان هذا، لكن عارفين مسكن تاع مواطن عادي بسيط جدا، يعني ما ليش علاقة بالمواضيع هذه بكل يعني.